بسم الله الرحمن الرحيم. بيسعدني أعزائي المشاهدين على قناة السوق الحرة، أنا ألتقي بكم في أول حلقات القناة في مناسبة جليلة على نفوسنا، وهي حلول شهر رمضان الكريم. وبيسعدني أن أكون في سوق العبور في القاهرة، والحديث من شاذر الحلواني، ومعانا الأخ أبو نورين ورحيم يعرفنا على الأسعار. أبو نورين، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بالصحة والسلامة. البندق ده نوعه إيه وسعره كام؟ ده بندق أمريكي ما شاء الله. ده سعره علبة 300 ربع كيلو ب 40 جنيه. الله ما صلى على النبي. بالنسبة للزبيب، أنت كاتب عليه زبيب إيراني، هو وزنه قد إيه؟ ده وزنه الله ما صلى على النبي ربع كيلو. ما شاء الله. انا عارف ابو نورين ان انت اصلا جمله، والجمله بتختلف سعرها عن القطاع طبعا. وممكن السوق يتغير في رمضان في العشر ايام اللي باقيين، ولا يفضل على كده بالنسبه للقطاع؟ لا، بالنسبه للقطاع السعر بتاعه ثابت. لو اتغير اتغير في حاجات بسيطه، يعني 2 جنيه 3 جنيه كيلو. ما شاء الله. لكن في الجمله دايم باستمرار تغيير اسعاره على طول على طول على طول. تمام ما شاء الله. الكاجو ده وزنه قد ايه؟ الكاجو ده ربع كيلو، ده كاجو فيتنامي درجة أولى مقاس 180 الجامبو. ما شاء الله. في الحقيقة أنا حبيت أصور عند حضرتك لأنك عندك أنواع كتير، وراجل واضح وصريح، حاطط السعر وحاطط النوع والسعر والنوع يعني، فدي حاجة طبعا فيها شفافية في البيع. ده حضرتك يا فندم، عشان أنا راجل أصلا في الأول وفي الأساس بتاع جملة، فانا لازم أن تبقى الحاجه موجوده عندي كل حاجه عليها سعرها، عشان الزبون يبقى جاي عارف هو بياخد ايه فعلاً والله. وبيشتري ايه. واضح. اللي كل حاجه مكتوب عليها 65 اللي هي وزن قد ايه بقى؟ مقاس 350 جرام. 350 دي مش مقاس 4 كبير الجامب. طب انا هقول لك بقى حاجه بالنسبه للكاريكاتير دي. هو طبعا الكاريكاتير دي انا مش هقدر يعني بالكاميرا، انا شايف اهي الزهره في زهرتها ما شاء الله. ده درجه اولى. ده درجه اولى، ده كاريكاتير اسواني درجه اولى ما شاء الله. انت عارف حضرتك الدرجه الاولى ده بيتغلي كذا مره كده ويبقى ده عامل بالثلاث اربع مرات درجه اولى وكل حاجه. دي الوزن ده، دي الوزن ده، العلبه دي ربع كيلو ب 15 جنيه. اللهم صل على النبي. كركديه بره بيتباع ب 100 جنيه ب 80 جنيه وب 120 جنيه. اللهم صل على النبي. انا ببيعه الكركديه هنا بسعر الجمله ربع كيلو ب 15 جنيه. اللهم صل على النبي. اللوز عندك كذا نوع. ده لوز امريكي جامبو اللي هو مقاس 30 على 27، يعني في ناس انا بقول على مقاسات لان انا راجل شغال في المهنه دي. ايوه. وعارف المقاسات. ايوه. فالناس اللي بتشوفنا وعارفه المقاسات ده عارفه لوز امريكي جامبو مقاس 18 على 22. الاسعار بتتراوح من 45 الى 55. ودي اسعار جميله. ده لوز اللي هو مقاس 30 على 27، في لوز جامبو اللي هو مقاس 55. عايز اتفرج على الامر الدين. حضرتك انا عندي قمر الدين سوري في الاحلام طبعا. طلع لي كده التعريف. طبعا الاحلام ده كل سنه كام السنه دي عامل؟ ده الاحلام دي عامله 45 جنيه. طب والحاجه الرخيصه شويه كده للناس يعني اللي عايزه. في عندي مصر، عندي لفه ب 15 جنيه. تمام، جميله جدا. التين ده سوري؟ التين ده سوري درجه اولى. ده اسمه ده ب 35، اللفه 300 جرام. ما شاء الله. السوداني بقى طبعا يعني من الاسعار الخفيفه شويه على الناس بقى عشان القطايف والحاجات. طبعا طبعا طبعا. انا العبوه دي قد ايه؟ العبوه دي ربع كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نتفرج كده على الفستق. ده حضرتك فستق ايراني جامبو ب 65 جنيه ربع كيلو. ما شاء الله. وده حضرتك فستق امريكي جامبو ب 70 جنيه. جميل ما شاء الله. اللوز اخباره ايه؟ شايفك حاطط لوز حصى وفي بندق وعين جمل. ده علب مكسرات، العلبه ربع كيلو ب 25 جنيه حصى، اللي هو لوز بيقشره وبندق بيقشره وعين جمل بيقشره. وعين جمل ب 25. الاسعار دي كلها. وده تمر هندي طبعا، في تمر هندي مستورد طبعا، التمر هندي الطبيعي ده معروف. ايوه. وفي عندك تمر هندي سوداني، في اللفه بتبدا من 15 جنيه والحاجات ب 25 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. الاسعار ما شاء الله جميله وفي متناول الجميع. اسمح لي نروح حته تانية ونشوف البلح. تعالى يا فندم. ابو نورين، البلح ده نوعه ايه وكام؟ ده حضرتك بلح الوادي الجديد. ما شاء الله. دي علبه 5 كيلو ب 110. ما شاء الله. في عندي حاجه علبه 5 كيلو ب 105. نتفرج عليها. ده وادي الجديد برضه. تعالى اتفرج. ما شاء الله. ده وزنه قد ايه بقى يا ابو نورين؟ 5 كيلو. 5 كيلو. جميلة جدا ما شاء الله.
في عندك ده بلح سيوة دي 10 كيلو ب 180 جنيه. 10 كيلو ب 180 جنيه بلحايه اللي هي مستويه بتاعت سيوة. ما شاء الله. ده طري ولا نص طري؟ يا باشا طري ولا نص طري؟ لا ده طري. طري ده جميل. طري ما شاء الله. ده طري ما شاء الله. في عندك بلح الواحات البحريه برضو اتفضل اهو. ماشي. اعزائي المشاهدين احنا هنا في قسم الجمله من الحلواني ومعانا ابو نورين ودي اسعار جمله وزي ما قال لي يعني اسعار الجمله ده اسعار الجمله دي الاسعار الجمله اللي انا ببيع بيها جمله ما شاء الله. دي كرتونه 10 كيلو ب 180 جنيه ده بلح الواحات البحريه ده غنى عن التعريف ما شاء الله. في عند حضرتك بلح مستورد في القصيم السعودي. القصيم تمام السعودي السكري والمفتل ونبته علي تمام. ده حضرتك بلح سكري قصيم السعودي دي ب 150 جنيه تتباع في السوق بره ب 170 ما شاء الله. لكن انا عندي هنا ببيعها ب 150 ما شاء الله ما شاء الله. في حاجه حضرتك ده اسمه نبته علي طبعا ده كله قصيم السعودي ده بلح اسمه قصيم السعودي اهو نبته علي تمام دي ب 125 بره بتتباع ب 150 تمام. في حاجه عندي بلح مجدول سعودي برضه دي بره بتتباع ب 200 جنيه انا ببيعها ب 150. المجدول السعودي احسن ولا المجدول الاردني يا ابو؟ لا المجدول الاردني اعلى من المجدول السعودي. ما شاء الله طبعا شاء الله. كل بلد ومعروف بالبلح بتاعه. ايوه لان احنا شغالين في دي. أيوه. وشغالين في دي. انا بقول لك في مجدول ومجدول السعودي كويس لكن المجدول الاردني حبايه كبيره وفايره وحلوه اكتر من المجدول المصري. ما شاء الله. زي المشاهدين ما زلنا في سوق العبور ومعانا الاخ ابو رحيم ونورين. وايه البلح اللي انت هتفرجنا عليه دلوقتي يا ابو نورين؟ ده حضرتك بلح الواحات 5 كيلو دي كرتونه بلح الواحات 5 كيلو دي ب 90 جنيه. ده ب 90 جنيه. ال 5 كيلو كلها ب 90 جنيه. ال 5 كيلو كلها ب 90 جنيه. ما شاء الله. وده يعتبر سعر كويس ولا؟ طبعا 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 ده سعر الجمله ده كويس كويس. ما شاء الله. كيلو بيتباع بره ب 25. ما شاء الله. 25 يعني يبقى 125 وانت بتبيعها جمله ب 90 ما شاء الله. 90 فرق كتير. يقدر ياخد قد ايه الزبون اللي يعني ياخد واحده ياخد علبه؟ اللي بيجي على يقدر ياخد بنفس السعر اللي 90 بنفس السعر اللي انا ما انا بقول السعر ده اللي انا ببيع بيه. 90 جنيه لو جه واحد قال لي عايز واحده ب 90 جنيه هديله. انا هديله. انا اللي انا راجل بتاع. ايه المشكله اللي بتحصل دايما في السوق معاك يا ابو نيرين في البيع والشراء والاسعار والناس اللي بتيجي تصور عندك؟ ايه المشكله الكبيره اللي ممكن تحصل عندك؟ والله المشكله الكبيره انا قبل ما اشتغل في القطاعي فانا بقول اسعار الجمله بتاعتي ففي ناس بتيجي مفكره سعر الجمله ياخدوا بقى قطاعي. انا هبيع بس مثلا انا لو هفتح مثلا شكاره جوزين شكاره 25 تمام ما انا ما يجيش واحد يقول لي انا عايز كيلو لا ما ادوش كيلو انا بديله مثلا اقل حاجه 5 كيلو. ايوه ده في الجمله. ايوه لكن في القطاعي لو عايز ياخد بالربع كيلو بيديله بالربع كيلو. ما شاء الله. عشان كده انت عندك الاثنين ده وده. عندي الاثنين. ما شاء الله. انا عامل فرش قطاعي ببيع فيه ده وببيع فيه ده ما شاء الله. تمام. انا ببيع فيه ده وببيع فيه ده. اللهم صل على النبي. ايه عايز تفرجنا على ايه تاني؟ ما تفرجناش على جوز هند احنا بقى انا عندي اربع انواع جوز هند. ما شاء الله. خشن وفي ناعم. فرجنا طيب. وفي نص دسم. يعني في حاجه زي كده خشن اسمه جوز هند خشن. تمام. وفي حاجه زي كده اسمه نص دسم. كم كيلو؟ الاربعه الكبيره الجامبو ب 165 اللي هي الحبايه دي يا استاذ. ما شاء الله. لا فعلا الحبايه واضحه كبيره فعلا. دي الكيلو بتاعها في الجمله ب 165. 165 بتتباع بره ب 180 190. تمام. في نهايه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اشكر جميع اسره شاذر الحلواني والاستاذ حسين في المحاسبات والاخ ابو نورين. كلمه اخيره بقى ابو نورين ورحيم ربنا يخليهم لك. انا عايز اقول للناس كل سنه وهم طيبين واحنا هنا الحمد لله بفضل ربنا رقم واحد في سوق العبور. ما شاء الله. شادر الحلواني رقم واحد في سوق العبور. ما شاء الله. اللي عايز يجي ياخد بسعره كويس سعره محترم يجي شادر الحلواني هنا في سوق العبور. ان شاء الله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. في حضرتك اي حاجه انت عايز توصلها لجمهورك اللي بيجي وبيشتغل وبيشتري منك والناس اللي خدت مره بتيجي بالثانيه والثالثه والرابعه الحمد لله بفضل ربنا
احنا هنا الحمد لله الزبون بتاعنا معروف وواضح وباين في كل مكان. الحمد هو لله. هو عارف فرش الحلوات. الحمد لله. معروف يعني. وحضرتك برضو كنت طول الحلقه معايا واضح ومتشكر طيب جدا. الحمد لله يعني ده منظور حضرتك. شكرا. الحمد لله الحمد لله من صحة حضرتك كل سنة حضرتك وحضرتك. إلى هنا أعزائي المشاهدين بتنتهي حلقة اليوم من سوق العبور. شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.